التصريحات وغيرها أيضا من التصريحات الهامة التي تنصب في إطار التعاون فيما بين الجانبين لضمان أمن البحر الأحمر والملاحة وردت في هذا المؤتمر ونناقشها تحليلا في هذا الاتصال الهاتفي مع الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، يعني أهم ما توقفت عنده في تصريحات الجانبين المصري واليمني. واقع الحال أن العلاقات المصرية اليمنية هي علاقات قديمة، علاقات متجذرة وعلاقات تاريخية تربط البلدين شراكة متميزة ومصالح مشتركة وتحديات مشتركة. ودائما كانت على مدار التاريخ حتى التاريخ الحديث كانت مصر دائما من الدول الداعمة لليمن الشقيق وللشعب اليمني في إطار دعم وتعزيز الشرعية اليمنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. ولا شك أن الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي اليوم أكد دائما السياسة الثابتة لمصر تجاه أشقائها خاصة الشقيقة اليمن التي يعني تواجه نحن ويعني ربما تحديات كثيرة منذ سنوات وتتطلب يعني جهودا للخروج من هذا الوضع. وبالتالي كان تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر بكل إمكانياتها بكل مواردها بكل طاقتها بكل جهودها المحلية والدولية هي إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في جانب في إطار المسارات المتوازية، مسار التخفيف عن الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية من خلال الدعم المصري المتواصل حقيقة، وأيضا تخفيف الأعباء والأوضاع المسمى في تحسين الأوضاع الإنسانية. ونحن نعرف أن هناك رحلات طيران مباشرة الآن بين اليمن وبين القاهرة في إطار معالجة الحالات الإنسانية التي استقبلتها القاهرة. صحيح. هناك أيضا الدعم المصري المتواصل الذي يؤكد دائما أن اليمن حقيقة لديها مكانة خاصة لدى مصر ولدى الشعب المصري. المسار الثاني وهو يتحرك عليه مصر هو بالطبع كما أشار الرئيس السيسي الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية باعتبار أن لابد من حل سياسي، لأن دائما الحلول العسكرية لا تفضي لأي نتائج، وأن استمرار غياب الحل السياسي يعني استمرار تفاقم المعاناة الإنسانية تفاقم ومعاناة الشعب اليمني الشقيق. وبالتالي هنا مصر يساهم من خلال دائما التأكيد على فكرة الدولة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ومؤسساتها الشرعية، التأكيد على الحل والحلول السياسية التوافقية بين أبناء اليمن الشقيق وأبناء الشعب الواحد في إطار يحافظ على وحدة اليمن وسيادة اليمن وينقل اليمن من مرحلة الصراع ومرحلة الأزمة إلى مرحلة التنمية والازدهار بما يحقق النفع على الشعب اليمني. في هذا المسار ايضا وفي دور مصر في اطار الجهود التسويه السياسيه هناك ايضا تنسيق مصري عربي خاصه مع الشقيقه المملكه العربيه السعوديه مع الامارات العربيه المتحده والدول الخليجيه لتحقيق الحل السياسي في اليمن في اطار المرجعيات المعروفه وهي قرار مجلس الامن 2216 المبادره الخليجيه مخرجات الحوار اليمني الوطني اليمني التي تمثل السبيل الوحيد للخروج من الوضع في اليمن والانتقال الى مرحله الاستقرار والامور. هناك ايضا في هذا المسار جهود مصر الدولية في منظمات دولية مع الدول الكبرى التي تؤكد دائما على حشد مصر للجهود الدولية لدعم الشعب اليمني ولدعم الحل السياسي. وأعتقد أن إشارة الرئيس السيسي حقيقة لأهمية أن يتم تثبيت الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي شهرين ثم تم تجديدها في الثاني من يونيو منذ أيام قليلة تؤكد دائما على الرغبة والإرادة الإقليمية والإرادة الدولية والدعم الإقليمي ومنها بالطبع الدعم المصري لتثبيت هذه الهدنة والانتقال إلى مرحلة متقدمة من الحل السياسي والتوافق بين الفرقاء في اليمن. أهمية التنسيق فيما بين الجانبين فيما يتعلق بضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، هذا جانب يعني يهم مصر واليمن، وبالتأكيد يؤكد موقف مصر الثابت أن يعني دعم استقرار اليمن وغيرها من الدول العربية والخليجية هو انعكاس لأمن مصر أيضا. بالطبع يعني هذه نقطة مهمة كما أنت أشرت، أمن الخليج وأمن اليمن هو جزء من الأمن القومي المصري وجزء أيضا من الأمن القومي العربي، وأن هناك تكامل حقيقة بين هذه الدول وبين الدول الخليجية وبين مصر. وأعتقد أن مصر دائما سعت وتسعى بكل يعني لديها من موارد وإمكانيات في سبيل الحفاظ ودعم الأمن القومي العربي وبالطبع أمن اليمن. اليمن كموقع استراتيجي يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر كما أن قناة السويس هي البوابة الشمالية، وبالتالي يعني أمن مصر يبدأ من حقيقة من باب المندب. ونحن رأينا أن هذه المنطقة شهدت عبر الفترات السابقة وحتى ربما القريبة وما تزال تشهد بعض التحديات من
يعني تظاهر بخاطر مثل تهديدات خاصه بمنظمات ارهابيه بتهديد امن الملاحه، يعني بتهديد السفن والحركه التجاريه في البحر الاحمر والملاحه الدوليه، كلها بتطلب دائما ان مصر تقوم بالتنسيق مع الاشقاء، مع المملكه العربيه السعوديه، مع الامارات، مع الدول الصلبه في العالم العربي لتعزيز امن منطقه الخليج، امن البحر الاحمر، تعزيز الملاحه، باعتبار ان هذا يحقق ايضا استقرارا عالميا ويساعد في تحفظ الامن والسلم الدوليين. ولذلك هنا مصر حريصه على ان استقرار اليمن ووجود دوله قويه في اليمن ووجود دوله موحده يعني وحكومه قويه، كل هذا يعزز من قدره الدول اليمنيه على السيطره على السواحل اليمنيه ومواجهه التهديدات المختلفه التي تشن من اطراف وجماعات ومنظمات بل احيانا ودول تهدد الملاحه. ولذلك هنا كان الاهتمام والمحور والاهتمام بامر البحر الاحمر يمثل حقيقه اولويه. نحن نعرف ان مصر لديها من القدرات والامكانيات القادره على التحرك والتامين المصالح المصريه وتامين ومواجهه اي تهديدات تمثل تهديدا للامن القومي المصري او تمثل تهديد لامن الملاحه في البحر الاحمر. رئيس مجلس الرئاسه اليمني اشار في هذا المؤتمر ايضا الى ان تجربه مصر مهمه بالنسبه لليمن فيما تحقق بها من اصلاحات. مدى يعني قدرة مصر أو مدى ما تقوم به مصر الآن من تقديم دعمها إلى اليمن كما ذكر الرئيس في مجال البنية التحتية، في مجال الطاقة؟ الدكتور رشاد العليمي تحدث أيضا عن قطاعي التعليم والصحة. نعم، يعني في الواقع أن اليمن شقيق وبحاجة فعلا إلى يعني كافة الجهود والدعم العربي. اليمن يعني للأسف عطلت ظروف الحرب والصراع منذ عام 2015 على مدار أكثر من 7 سنوات، عطلت حركة التنمية في هذا البلد. يعني كان هناك يعني ضاعت الفرص من أجل توظيف الموارد اليمن الشقيق وتخفيف المعاناة وبناء دولة حديثة، دولة مدنية حديثة ودولة قوية، للأسف بسبب ظروف هذه الحرب. ولذلك هنا الرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أشاد بالتجربة المصرية وبقدرات مصر في دعم اليمن سواء في مجال الصحة، خاصة أن مصر لديها تجربة ملهمة ليس فقط للمنطقة العربية ولكن أيضا للعالم، المنطقة الأفريقية، في البنية التحتية للصحية، في مواجهة أمراض مزمنة مثل فيروس سي. وأعتقد أن اليمن واجه مخاطر حقيقة تتعلق بانتشار وباء الكوليرا في فترات سابقة وفترات حالية، مع يعني تفاقم المعاناة الإنسانية ومع غياب الخدمات الأساسية. كل هذا حقيقة بيعكس أهمية ومحورية الدور المصري والتجربة المصرية والمساعدات المصرية اللوجستية والخبرات الفنية العالية التي تمتلكها مصر في مساعدة اليمن على تجاوز هذه التحديات المختلفة في مجال الصحة، في مجال التعليم، خاصة أن أيضا الحرب أدت إلى ربما يعني انصراف كثير من التلاميذ في اليمن أو الطلاب أو أبناء اليمن الشباب إلى انصراف عن التعليم. كل هذه التحديات تمثل تحديا كبيرا أمام مجلس الرئاسة اليمني، خاصة أن أحد أهداف هذا المجلس الذي يعني تم تأسيسه هو استعادة الدولة اليمنية في المجالات المختلفة، بناء بنية تحتية حديثة في اليمن، توظيف موارد اليمن الحقيقية، بالإضافة طبعا إلى مسار تحقيق السلام في اليمن والحل السياسي. ومن هنا تنبع أهمية الدور المصري والتنسيق المصري العربي في إطار دعم اليمن ومساعدته على الخروج من هذه الأزمات، تقديم الدعم الفني واللوجستي له في مجال البنية الأساسية، في مجال الكهرباء، في مجال الطاقة. نحن حقيقة أن مصر لم تبخل ولم تدخر جهدا حقيقة في مساعدة كل الأشقاء حقيقة، ومنهم بالطبع الشعب اليمني الشقيق الذي يحظى بمكانة خاصة. وأيضا مصر تمثل بالنسبة لليمن أيضا الشقيقة الكبرى التي دائما كانت واقفة إلى جانب اليمن على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني، على مستوى أيضا الخبرات الفنية والمجالات المختلفة فيما يتعلق بالتحقيق التنمية. وهذا حقيقة ما يحتاجه الشعب اليمني الآن، وبالتالي هذا يمثل أهمية كبيرة ومخرج مهم لزيارة ولقاء رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي مع الرئيس السيسي. والمخرجات بالطبع ستكون لها انعكاسات إيجابية على اليمن وعلى العلاقات بين البلدين. وبالعودة إلى ما تفضلت به من معاناة الشعب اليمني، لعل الدكتور رشاد العليمي يعني لخصه في جملة مقتضبة أن القوات الانقلابية أرادت بالعودة بالشعب اليمني إلى عصور ما قبل التاريخ. ذكرت يعني الأوبئة التي انتشرت، التلاميذ الذين هجروا المدارس، هذه واحدة من أمثلة شديدة البساطة على ما عاناه الشعب اليمني في الفترة الأخيرة. بالطبع يعني اليمن هو نموذج يعني صارخ لفكرة الصراع ما بين مشروعين، مشروع الدولة الوطنية الحديثة، الدولة القادرة على الحفاظ على الهوية العربية اليمنية الحقيقية والتاريخية، والتي تمثلها بالطبع الحكومة الشرعية ممثلة في مجلس الرئاسة ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، ولديها دعم إقليمي، دعم خليجي، دعم مصري. وبين المشروع الآخر هو مشروع فكرة الميليشياوي
هذا المشروع الذي يقوم على فرض اجندات وهويات مختلفه تتنافى تماما وتتعارض تماما مع الهويه العربيه اليمنيه لصالح ربما اجندات اقليميه تتعارض بالطبع مع الهويه العربيه اليمنيه. هي مشروعات فكر الميليشياوي يقوم على تفتيت الدوله الوطنيه وانشاء كيانات موازيه، وهذه ربما التحدي الاكبر حقيقه الذي يواجه البعض الدول العربيه فيما يتعلق بالصراع. ولذلك هنا كانت الرؤيه المصريه مبكره وتقوم على فكرة دعم الدوله الوطنيه مؤسسات الشرعيه، رفض فكره الميليشيات والتنظيمات المسلحه التي تمثل تهديدا لهذه الدوله الوطنيه، رفض كل اشكال التدخلات الخارجيه التي اثرت سلبا حقيقه في الازمات العربيه واثارت امدها وعقداتها وبالتالي استنزفت مواردها، وكان من النتائج تزايد عدد اللاجئين. هناك اكثر من 80% من الشعب اليمني يواجه خطر الجوع وخطر المجاعه، وهو تحت خط الفقر هناك، كلها بسبب هذه النجماعه ومجموعه صغيره تريد ان تفرض منطقها وتفرض رؤيتها وتفرض اجندتها على الشعب اليمني لصالح اجندات ومشروعات هي غريبه وغريبه على الشعب اليمني، وبالتالي تفاقم كما ان هذه الميليشيات هي ترفض ايضا الحلول السياسيه، رغم ان هناك رغبه حقيقيه وقدمت مبادرات كثيره حقيقه سواء من الحكومه الشرعيه والدول الخليجيه وهناك دول عربيه كلها تسعى، حتى المبادرات الدوليه كلها تحطمت جماعها بسبب ان هناك ميليشيات تختلف تماما في فكرها عن فكر الدوله الوطنيه الحديثه. ولذلك الماساه اليمنيه هي لن تنتهي الا بتعزيز الدوله الوطنيه بتحقيق السلام العادل الذي حافظ على راحه اليمن، تاكيد ان لابد من رفض كل اشكال الميليشيات المسلحه التي تحاول او خطفت او تختطف الدوله اليمنيه لصالح اجنداتها، وبالتالي الماساه اليمنيه تحتاج الى التكاتف العربي، هنا يبرز اهميه الدور المصري. اشكرك جزيلا دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه.